احنا على هاي الوضعيه يعني الطفل واحد او اثنين بالزايد ما يصير اكثر، يعني وضعيه تعبانه، السوق ماكو، اشغال واقفه كليتها. شوف هسه اكو انجاب كثره؟ والله يعني عند حسباني قليله، واللي يريد يجيب كثره يعني هو هذا مثلا يعني انا احسه يعني عقل مو براسه اللي يجيب يعني بكثره، لانه وضعيه تعبانه مو مال كثره الانجاب. شو يسوي بيهم؟ واحد اثنين يكفون. انت مع مقوله الطفل يجي رزقه وياه؟ والله هذا احنا هاي يعني مقوله قديمه، هاي احنا نقول معاه يجي رزقه. انت تشوفها بهذا الوضع هي صح؟ والله انا ما شفت، انا عندي ثلاث جهال، ما فد يوم اجى واحد وعندي رزقه وياه. ماكو ما بيهم واحد شوي خير عليك؟ ما بيهم لا والله. يعني كل ما جاي يجيك واحد سوء شوي حالتك؟ مو هو لا مو سوء حالتي، فهو المشكله اللي يجي الطفل انت مشتريه، انت ما جاي يعني يجي لله، انت مشتريه. وتزيد مصاريفك ازيد. تزيد مصاريفك، دكتور اخصائي الولاده مليون ومليون ونص.